لكن البداية كالمعتاد بترند النهاردة. الحقيقة أنه تصريحات أدلى بيها مدير عام منظمة الصحة العالمية دكتور تدرس أدنوم، والتصريحات دي بسببها بدأ الجدل والموضوع بقى ترندنج على مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاج الوباء القادم. طبعا الناس كلها بقى عندها حساسية مفرطة من أي وباء، لما صدقنا خلصنا من جائحة كورونا اللي شقلبت حال العالم كله على مدار سنتين، وتبعها التأثيرات اللي ما زالت مستمرة حتى الآن، وللأسف التأثيرات دي زادت مع الحرب الروسية الأوكرانية. على كل حال الكلام اللي حصل هو أنه مدير عام منظمة الصحة العالمية كان في إطار كلامه بيحث الدول على إجراء الإصلاحات اللازمة استعدادا لأي وباء قادم، وحذر من أنه الوباء المقبل قد يكون قريبا. التصريحات دي هي اللي خلت بعض الناس تتساءل عن معناها ومضمونها، هو في وباء جاي؟ طب في معلومات موجودة عند منظمة الصحة العالمية مش هيفصحوا عنها دلوقتي؟ طب هل هو وباء جديد ولا متحور جديد من كورونا؟ كل تساؤلات كانت موجودة ولا زالت. الكلام اللي قاله دكتور تدرس أدانوم الحقيقة كان خلال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة، منظمة الصحة العالمية في جنيف، بعد أسابيع من إعلان منظمة الصحة العالمية إنهاء حالة الطوارئ العالمية المتعلقة بجائحة كورونا. اللي أثار القلق لدى البعض في مصر وفي العالم هو الكلام اللي أشار إليه دكتور أدانوم لما قال إن الوباء القادم من المرجح أن يحدث قريبا، وبالتالي بدأت الناس تتساءل وتندد ومتضايقة، وتاني وإحنا خلصنا من الأولاني عشان يجي وباء تاني وما إلى ذلك. طيب ما حقيقة هذه التصريحات التي أثارت الذعر والخوف لدى البعض؟ خلونا نفهم تفاصيلها بشكل دقيق من الدكتور أمجد الخولي رئيس فريق متابعة اللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية. دكتور أمجد مساء الخير، برحب بحضرتك معنا يا فندم. مساء الخير أستاذ رامي، تحياتي لسيادتك وكل كافة المشاهدين. برحب بحضرتك معنا. يعني حينما نقرأ التصريحات إجمالا نقرأ ما يعنيه دكتور تدرس أدنوم، ولكن أثار الذعر لدى المشاهدين والمواطنين في مصر ومختلف دول العالم الحديث عن احتمالية وجود وباء جديد قريبا، فممكن حضرتك تفصل لنا ونوضح للسادة المشاهدين أكتر ما معنى هذه الكلمات؟ في البداية مهم جدا نعرف أنه لا، ما فيش أي معلومة أنه في وباء قادم، الحمد لله. لكن المعلومة اللي موجودة أنه في عوامل خطورة موجودة، العوامل الخطورة دي موجودة من سنوات، ليس شيء جديد. من أهمها بالطبع التعامل غير الآمن مع الحيوانات، تدخل الإنسان في الطبيعة بشكل كبير وفي الغابات بشكل كبير، العولمة وصورة انتقال البشر ده بيزيد من فرصة انتقال أي مرض من مكان إلى آخر، كل دي عوامل موجودة وتعيشين معاها، لكن دائما هذه العوامل تزيد من فرص احتمالية حدوث أي وباء. طيب وحدوث أي وباء في أي مكان قد يحدد الباقي دول العالم. بداية بحيي حضرتك بس على الدقة أن حضرتك قلت ما فيش أي معلومات بشأن وجود وباء جديد، لأن ده بيوضح أنه إمكانية حدوث وباء جديد ممكن يحصل بكرة، بعده، كمان شهر، كمان سنة، الله أعلم. لكن سؤالي لحضرتك في ضوء التحديات اللي حضرتك تفضلت بيها ينضم إليهم تحدي آخر شايفين تأثيراته بشكل واضح على مختلف دول العالم، وهو قضية تغير المناخ. هل بسبب هذه القضية وهذا التحدي الكبير على مستوى العالم ممكن بسببه تظهر أوبئة جديدة؟ بالطبع، لأنه اختلافات درجات الحرارة جعلت مناطق لم تشهد نوع معين من الفيروسات لم يكن مناسب فيها في الماضي التعايش في درجات حرارتها، بدأت تنتشر في مكان مفيش مناعة. مرض جديد بيظهر في دولة كان موجود في دولة وسكانها ومجتمعها كون لديه مناعة، فجأة انتقل بسبب التغير المناخي. التغير المناخي كمان بيؤدي إلى فيضانات، الفيضانات غالبا ما بتكون مصحوبة بتلوث مياه، كوليرا، أمراض كثيرة ممكن تنتقل عن طريق المياه، في جفاف، دول كتير بتشهد جفاف، كل هذه عوامل بتؤثر في الصحة بشكل عام وبتمثل تهديد على الأمن الصحي لكل المجتمعات. عشان كده كان مدير منظمة الصحة العالمية كان بيشير إن سيناريو جائحة كوفيد 19 يجب أن لا يتكرر، يجب أن نأخذ الدروس من هذا الجائحة التي أثرت على العالم كما أشرت
سيادتك تنظامي انه التأثيرات كانت قوية جدا على العالم. نعم. لابد ان نكون مستعدين من الان، يجب الا ننتظر حدوث وباء ثم نبدأ في بناء قدراتنا مرة اخرى. الاستعدادات دي هي اللي كان دكتور تادرس أدهانوم بيتكلم عليها في اطار انه ضرورة اجراء الاصلاحات للأنظمة الصحية. مظبوط. الأنظمة الصحية بتشمل اكتشاف مبكر، بتشمل وجود مختبرات قوية، بتشمل أنظمة ترصد، بتشمل وعي صحي ووعي مجتمعي ومشاركة مجتمعية فعالة في المجال الصحي، بتشمل أيضا ما يسمى بمنظومة الصحة الواحدة. والحقيقة أنا يعني أحب أشيد بدور وزارة الصحة المصرية في بدء في استراتيجية الصحة الواحدة. الصحة الواحدة بمفهوم مبسط إن الإنسان لا يعيش وحيدا في الكوكب. نعم. محاط بحيوانات، محاط بنباتات، محاط ببيئة، بجو، كل ده لابد أن يتكامل مع بعض. صحة الحيوان بتؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان، صحة النبات، التلوث البيئي، كل هذه العوامل لابد أن تتضافر الجهود من أجل تبادل البيانات بشكل جيد، اكتشاف أي خلل أو أي مرض يظهر في الحيوانات قد يمثل خطورة للإنسان ويتم معالجته حتى من قبل انتقاله إلى الإنسان. كل دي قدرات لابد أن تبدأ الدول في مراجعة قدراتها، التأكد أن لديها الحد الأدنى من القدرات اللي يؤهلها لمكافحة أي فرصة لوباء محصته في البداية، منعه بالطبع في الأول، ثم في حال ظهوره محصته حتى لا يتسبب في آثار خطيرة سواء على الدولة التي بدأ فيها أو على مستوى العالم كله. طيب معلش يا دكتور، برضه هي هل كل هذه الاجراءات ممكن تمنع ظهور اوبئه، ولا المفاد هذا الكلام انه اذا ظهر اي وباء جديد او اي فيروس جديد يبقى الاجراءات دي كلها هتسمح بسرعه يعني السيطره عليه بشكل او باخر من الانتشار؟ الاثنين الحقيقه، لما بنتكلم على التعامل الامن مع الحيوانات الحقيقه بيقلل جدا من فرص انتقال الفيروسات من الحيوان للانسان، وده بشكل كبير بيقلل من فرص حدوث الوباء من الاصل. ده دائما هو هدفنا الاقوى ان احنا نمنع حدوث اي وباء، لكن بالطبع لا يمكن الجزم انه ده هيحصل بنسبه 100%. اكيد قد يحدث بعض الفيروسات المتحوره اللي ممكن تنتقل للانسان، مهم جدا هو الاكتشاف المبكر والاستجابه السريعه. ده هيقلل بكثير من العيب اللي ممكن يحصل او انتشاره على مستوى كبير. طيب دكتور أمجد، سؤالي الأخير لو تسمح لي، يعني من منطلق فكرة ظهور فيروسات، يمكن الفترة اللي فاتت وإحنا بنشهد قضية تغير المناخ وتأثيرها على وجود فيضانات في بعض الدول، حرائق في بعض الغابات، جفاف في بعض الدول الأخرى، ظهور بعض الفيروسات في المواشي في عدد من الدول الأوروبية، ظهور جديد لأنفلونزا الطيور في البرازيل، هل هناك أي مخاطر موجودة في الوقت الراهن تستدعي اتخاذ أي إجراءات؟ اي اجراءات استثنائيه لا، لكن كما ذكرت هو التاكد من البنيه التحتيه الصحيه في كل مجتمع، لكن والممارسه الصحيه حتى بين الافراد، غسيل الايدي، لو شخص عنده مرض، عنده اي اعراض تنفسيه او اي اعراض يلزم البيت، كل هذه النصائح هي ليست مرتبطه فقط بجائحه كورونا ولكنها لابد ان تستمر معانا مدى الحياه، لان دي من التقاليد الطبيعية في التعامل مع الصحة، صحة الإنسان، وصحة الإنسان دايما هي مسؤولية كل إنسان وليست مسؤولية وزارة الصحة فقط أو الدول فقط. نعم. الوعي المجتمعي يعني، والحقيقة يعني قبل ما أنهي مع حضرتك أشكر دور الإعلام في التوعية ونشر الحقائق، خاصة لما الميديا وخاصة مع انتشار السوشيال ميديا بياخدوا العنوان فقط، محدش بيقرا النص، الحوار نفسه، وده بيسبب طبعا معلومات مغلوطه. ولذلك كنا يعني حريصين على ان حضرتك تبقى معانا ونوضح ما الذي كان يعنيه مدير عام منظمه الصحه العالميه بشان احتماليه وجود وباء جديد في القريب العاجل. بشكر حضرتك طبعا على هذا التوضيح دكتور امجد الخولي، رئيس فريق متابعه اللوائح الصحيه الدوليه بمنظمه الصحه العالميه. اهم شيء عشان الهاشتاج اللي منتشر الوباء القادم، مفيش اي معلومات بتفيد بوجود وباء قادم في الوقت الراهن، لكن التحذيرات اللي كان بيتكلم عنها دكتور تادرس أدهانوم هو انه لازم يبقى في اصلاحات، لازم نكون في دروس مستفاده طلعنا منها من خلال اللي شفناه في جائحه كورونا، بتستدعي اجراء اصلاحات، بتستدعي اهتمام كبير جدا بالمنظومه الصحيه في كل بلاد العالم، عشان لا قدر الله مع ظهور اي
فيروس جديد لا يتحول إلى وباء بشكل أو بآخر. مش هنبعد كتير عن المجال الطبي والصحي، بس قبل ما نروح للموضوع التالي عايز بس أتأكد من زمايلي، حان موعد أذان العشاء ولا إيه؟ طيب